السلام عليكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نسولو الناس. سؤال اليوم هو علاش ولات الكراهية ما بين الجيران والأقارب؟ أجيو معايا نشوفوا الإجابات. بنادم ما بقاش كما كان في الأول، كان بنادم مزيان وكانت الخاوة، كانت بزاف الحوايج. دابا بنادم ما بقاش هذاك الشيء كما كان، كانت الوقت زينة، دابا الوقت زينة والفلوس موجودة وبنادم ولا خايب. الكراهية تقدر تولد على حساب الفلوس ولا حساب شنو نقول لك، مثلا واحد يولي يكره واحد على مثلا شي منصب شي خدمه شي سا ديبون. بنادم دابا مخلط، ما بقاش كيتعرف بنادم مع الاخر، كل واحد منين جاي، كل واحد فين، كل واحد وكيفاش كيعيش، وكل واحد اش من الطبيعه منين جاي، كيتلاقاو في واحد البلاصه واحد ما كيعرف واحد، واحد ما كيرضى بواحد، كل واحد كيبغي يفوح على الاخر. هادشي علاش؟ وما كاينش ثقة، بقاش ثقة بين الناس وبين الناس، سميتو دابا كتعامل مع بنادم ما كيتعاملش معاك مزيان، هذا هو الفرق. ولا الحسد بعدا أولا، ولا بنادم ما بقاش كيما كان، بقاش ديك الجورة كيما كانت بكري، يعني ما بقاش يعني ولا غير حضيني نحضيك، ولا يعني ما بقاش كيف ما كانت، يعني الثقة ما بقاش، يعني وتا الجار ما بقاش كيثق في جارو، مابقاش ديك التواصل، مابقاش بزاف الحوايج، يعني الثقه مابقاتش. الجيران دابا راه كانوا الناس نقيه، كتلاقى مع الناس نقيين، كانوا شي واحد ما شتا ليه راه كتقد تستعمل له كتبقى معاه مزيان. يعني الكراهيه ولات في مابقاوش الجيران كما كانوا بعدا، اولا مابقاوش ديك النيه مابقاتش، فهمتيني؟ كنتي في الصغر جارك كتدخلي عنده تاكلي عنده تنعسي عنده، فهمتيني؟ تجيب للمدرسه فيك الجوع تاكلي، دابا ما كاينش. دابا راه ميكا كيقلبها ليك، ميكا خاصو يعرف شنو فيها بعدا اصلا، ما بقاش ثقه، يعني ما كاينش كونفيونس، ما بقاش هذيك عاد داك الشيء مشى مع الوالدين، الناس ديال بكري مشى معاهم هذه العلاقه هذه. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه حلقه برنامجكم نسولو الناس. سؤال اليوم هو علاش ولات الكراهيه ما بين الاقارب والجيران؟ الاراء كانت وحده بان الثقه هي السبب ديال الكراهيه ما بين الاقارب والجيران، والناس مابقاوش كيتيقوا على بعضياتهم بسبب المنصب ولا الفلوس. ايوا نغيروا من العدد ديالنا باش تولي الثقه ونرجعوا بحال كنا في زمان. ايوا نضربوا لكم موعد في حلقه جديده مع سؤال جديد. الى اللقاء.